صباحكم اخضر وجميل ان شاء الله. دلوقتي تعالوا نروح لزميلتنا لمياء حمدين علشان نتعرف منها على اي اخر اخبار المرور. لمياء صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباحك اخضر انت كمان يا رب. صباح الخير يا هدير. صباح الخير يا صباح الخير عليكم. اتفضل. بصبح على مشاهدينا في كل مكان، صباح الخير علينا كلنا وعليكم، صباح الخير يا مصر. دلوقتي تعالوا نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه في مصر كلها. دلوقتي هنبدأ جولتنا من القاهرة، من كوبري بالتحديد 15 مايو بيشهد سيولة مرورية نسبية، أما الكورنيش زي ما أنتم شايفين في كثافات مرورية بسيطة بتزيد بعد شوية للمتجه لميدان التحرير، كمان في بعض الكثافات المرورية اللي مكملة لحد بقى المعادي وحلوان. لو رحنا لطريق الاوتوستراد الاتجاه القادم من التبين، مناطق التبين اتجاه المعادي مغلق وفي تحويلات مروريه موجوده في الاتجاه الاخر فنخلي بالنا. لو رحنا اتجاه كوبري اكتوبر بالتحديد عند منطقه الاسعاف ورمسيس هيشهد كثافات مروريه على طول الكوبري لحد نزله غمره وكمان نزله العباسيه، اما المتجه في شارع بورسعيد للشرابيه والزاويه الحمراء وكمان حدائق القبه وكمان مكمل لحد كوبري سواح والامريه والعكس في كثافات مروريه عند كوبري الزاويه الحمراء ومنطقه الويلي. هنستكمل كمان جولتنا المروريه لحد شوارع محافظه الجيزه، في كثافات بسيطه على طريق المحور اللي جاي لميدان لبنان طبعا بسبب اعمال التوسعه وغلقه في بعض المناطق، اما المتجه لاكتوبر فهتكون في سيوله مروريه كبيره. لو رحنا لمحور الصفت هيشهد كثافات مروريه بتزيد قبل اشاره جامعه القاهره طبعا، لكن لو رحنا اتجاه شارع الهرم هتبدا بعض الكثافات البسيطه تظهر عند منطقه مشعل بالتحديد. كمان في كثافات مروريه حركة في ميدان مصطفى محمود وطبعا شارع جامعة الدول العربية. لو رحنا لمحافظة الإسماعيلية للي رايح للمحافظة من خلال الطريق الصحراوي في سيولة مرورية كبيرة جدا هناك وبتستمر من أول ما بتطلع من القاهرة ومكمل لحد مدخل المدينة، أما اللي متجه من خلال الطريق الزراعي كمان طريق ترعة الإسماعيلية الطريق ده كويس قوي، لكن بتكون في بعض الكثافات عند مدخل بعض المدن على طول الطريق. شوارع المدينة نفسها مدينة الإسماعيلية هتلاقي فيها سيولة مرورية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية بالتحديد، طريق كمان عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المرورية المتحركة اللي كمان ما بتأثرش على حركة سير السيارات أو المرور. المتجه لبورسعيد في سيولة مرورية كمان في طريق الإسماعيلية بورسعيد. لو رحنا لمنطقة القناة من أو لو اتجهنا من منطقة القناة لجنوب الصعيد نكمل لحد محافظة سوهاج هنبدأ فيها عند محطة قطر سوهاج، الطريق هناك بيشهد بعض الكثافات المرورية. نمشي كمان ونشوف الطريق اللي مكمل لحد عبد المنعم رياض واللي بيربط عدة طرق رئيسية هناك في سيولة مرورية، لكن طبعا برضو في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة كمان في كثافات مرورية نسبية. في كثافات كمان نسبية عن طريق أو عند طريق مستشفى جامعة سوهاج وكمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد طبعا مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. وأخيرا طريق أسوان الزراعي الغربي بيشهد سيولة مرورية. خلصنا أخبارنا المرورية وهنتجه نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر ومع مصطفى وهدير. شكرا ليك يا رامي.